بكم في سلسلة يوم في مشروع، والتي من خلالها سنضعكم في قلب مشاريع السكة الحديدية في الجزائر برفقة مهندسين في الإنجاز والمتابعة. سنتعرف على الجزئيات المهمة داخل ورشة الإنجاز. نقوم باستخراج برنامج يومي الذي نناقشه في اجتماع مع كل الأطراف المشاركة في المشروع. عندنا اليوم في البلانينج اشغال الحفر واشغال الردم. لا ريسيبسيون جيو تكنيك باش نشوفوا الكومباكتاج تاع لاكوش هذه اسكو مليحه ولا مش مليحه. وعندنا في المعالجه التقنيه هذه في مرور المياه تحت طبقات وما ياثرش عليه مستقبلا ونحافظوا على التماسك تاع التربه. مجمع مكتب دراسات هو العين التقنيه لصاحب المشروع على المشروع. ان المهمه الرئيسيه لوكاله أناسريف هي التنسيق ما بين الفاعلين لانجاز هذا المشروع. في هذه المرحله تتدخل الوكاله وبخبراتها لتحاول أن تكون نزع هذه العوائق بطريقة موازية.